طافيه. الى اخر دقيقه احنا طلبنا تطبيق القوانين يا اخو وش هاولا تستسون تسمد لا بانكوك وين كان عندي لقاء اكثر من ساعتين اجتماع وين تكلمت على كل القضايا التي تخص الاتحاد الجزائري ومنهم ايضا قضيه اتحاد العاصمه. الشيء الاكيد انه طلبت انه يكون تواجد كبير للجزائريين في اللجان الدائمه وحتى ايضا تواجد الجزائريين في اللجان غير الدائمه. هاني تكلمت قلت لك احنا مشينا في اللقاء تكلمنا على كل القضايا التي تخص الاتحاد الجزائري والاهم شيء ان تكلمنا على قضيه اتحاد العاصمه وين انه اسسنا ان قلنا سنبقى ندافع على الفريق في الطاس حتى ناخذ حق الفريق. حد الان احنا رانا نسيروا في العهده هذه خلينا نكملوا العهده ومن بعد نتكلموا. شكرا. إذا كانت الفرصة لما لا. شكرا. شكرا. كان هذا إذا تصريح مقتضب لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتصاد عقب نهاية